الكرام، ولكن لا بد أن أتحدث عنها وباختصار شديد. كل ما سمعته من إشاعات وعلى أن هناك غضب ملكي على فاس وعلى عمدة مدينة فاس، وأن عمدة مدينة فاس طريح الفراش، وعلى أنه نصفه مات ونصفه بقي ومختلف الإشاعات، ومختلف الإشاعات في الحمامات وفي الأزقة وفي الدروب، لأن الشغل الشاغل لرئاسة الحكومة اليوم والحزب الأغلبي هو كيفية القضاء على الحركة الوطنية وعلى أحزاب المعارضة وعلى حزب الاستقلال بالأخص وعلى حميد شعبان. إذن هذا واحد الهدف رسمي، يمكن نقول أن خيانة للوطن وخيانة للديمقراطية وخيانة للشعب المغربي، عوض ما يحل مشاكل المغرب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. الآن تلهي الشعب المغربي بإطلاق إشاعات، الملك تيحب بلاده، الملك ما عندوش حزب سياسي، الملك ديال الشعب كله، الملك هاد المدينة بالنسبة إليه مدينة ديال الأجداد ومدينة الأولياء الله الصالحين، مدينة ديال مولاي إدريس مؤسس الدولة المغربية. إذا لا يمكن ولا يقبل أن الملك غادي يغضب على فاس أو على مسؤوليها. علاش؟ بالإضافة للتاريخ وبالإضافة إلى أن ملك المغرب هو حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المدينة هي التي لا زالت تحافظ على هذا التراث. بالإضافة إلى ذلك، مجلس مدينة فاس يقوم بواجبه على أحسن قيام. لم يسجل في تاريخ فاس منذ 2003 اليوم أن مجلس المدينة دشنت شي حاجة من طرف صاحب الجلالة وهي من اختصاصه وما قامش بها وما نفذهاش قبل وقتها. النقطة الثانية التي يجب أن نسجلها، وكانت هناك كان حدث في مدينة فاس استنكرناه كمنتخبين، ولكن احنا ما تنتشفاوش في الحكومة، ما تنحاولوا نحلوا المشاكل، هو ملف الدور الأيلة للسقوط والترميم ديال المآثر التاريخية ديال مدينة فاس. هذا ملف اللي دشن بالضبط في ساحة الرصيف من طرف صاحب الجلالة. الغلطة الأولى اللي قامت بها الحكومة هو أنهم ما يمكنش نعطيو لصاحب الجلالة شي حاجة اللي مازال ما فيهاش الدراسات. ملف ما مدروس، ما كانش مكاتب دراسات، وجا آنذاك وزير السكنة والتعمير سي نبيل بن عبد الله اللي هو رئيس اللجنة المركزية ديال التتبع، وقرأ أمام صاحب الجلالة واحد المسودة ديال المشروع وقدمنا لصاحب الجلالة، تقدم له ووافق عليه. الزيارة اليوم اللي جات صاحب الجلالة من أجل التدشين والاطلاع على المشاكل اللي تعانيها السكان ديال المدينة القديمة. مسؤولية البلدية فاس غير موجودة. أنا ما مسؤوليش، أنا ماشي رئيس حكومة، وأنا ماشي وزير السكنة، وأنا ماشي وزير الداخلية، وأنا ماشي وزير الثقافة. هاد الناس ما وفاوش أمام صاحب الجلالة بالبرنامج ديالو اللي تنفذ واللي باش يتنفذ. ولهذا حنا بالنسبة إلينا اللي يمكننا نلاحظوا عليه هو أن الحكومة ما قامت بالواجب ديالها. إذن صاحب الجلالة اللي هو رئيس الدولة واللي في الدستور هو الذي يعين الحكومة، من طبيعة الحال طرح أسئلة، ولكن أسئلة على الحكومة. تندير بين قوسين، المدير ديال لادار ديال الوكالة ديال فاس، دائما حنا تنقولوا هذه الوكالة اللي هي الإنقاذ ما زال في حاجة إلى إنقاذ، لأن جات الوكالة الشمال بالملايير
وكالة الشرق بالملايير، وكالة الجنوب بالملايير، وكالة بورقراك بالملايير، ولكن وكالة فاس اللي هي التراث ديال المغرب واللي تتحمي تاريخ المغرب واللي سكان المدينة العتيقة وكذلك الجنابات ديالها اليوم سكان فقراء وفي حاجة إلى دعم وخصوصا دعم دورهم، لأن الدور السكنية هي اللي تتعطي القيمة للإنسان المغربي وهي اللي تتحمل كرامته أولا. إذن هذه الوكالة منذ 1981 إلى اليوم والميزانية والفصل في الميزانية العامة ديال الدولة 100 درهم، في حين أن الوكالة الأخرى بالملايير. إذن لا مسؤولية للمدير الوكالة. المدير الوكالة الإخوان والأخوات